السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودائما معكم العلم منتقي الناطق الرسمي لعصبة الدار البيضاء 16، ونحن نتواجد عند أحد أبطال جمعية حي عدل البطل الإدريسي مصطفى، والإنجاز الكبير ضمن مسابقة مدينة راس ملين. ونشوفوا البطل ديالنا كيفاش كان استعداد ديالو في هذه المسابقة، واش كان حاضر في الديكلاراسيون الأخ مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم، معكم الإدريسي مصطفى من الخارج من جمعية حي عدل. الحمد لله كنت نتسنى في الحمامة، ديكلاريت معاها 3 و10 دقائق. أنا فرحان بهذا الإنجاز هذا، ونحيت السلالة الأب ديالها فيه لايط عيلن من ناحية الأب ديالو، من ناحية الأم ديالو فيه راكيل 42 و45 والأردن والفاندويجر. فاندويجر، مبروك عليك الأخ مصطفى الإدريسي. وهذه هي الحمامة الأخ مصطفى كما كتشاهدوا معنا في الصورة، هذه هي الحمامة المعلنة عند البطل ديالنا الإدريسي مصطفى عند جمعية حي عادل. وبالنسبة لهذه الحمامة كبيرة صغيرة؟ شنبور، باقي ما بدلتهاليش. شنبورة؟ شنبور كر. قول ذكر ياك. ذكر. ذكر، مبروك عليك الأخ. وبالنسبة للإنجازات ديالها، أول إنجاز عندها ولا عندها شي إنجاز سابق؟ عند خالتها عندها 12 هذاك العام مدينة أركانة، أركانة جوج و 14 في العصبة، و هاد الشنايبر تا هو حقق المرتبة الأولى في جمعية حي عدل، وإن شاء الله يكون ما بين الخمسة الأوائل في العصبة الدار البيضاء الكبرى. إن شاء الله نتمنى ذلك، ومبروك عليكم، مبروك للجمعية ديال حي عدل، وزيتي الدرابو ديال جمعية حي عدل، وكتكون بين الأوائل في عصبة مدينة الدار البيضاء ضمن مسابقة مدينة راس ملين. تقريبا شحال الحمامة ديتي الأخ مصطفى المسابقة؟ 16 حمامة. وشحال تم الإعلان ديالك بالحمامات؟ 14. باقي جوج؟ باقي لي جوج. نتمنى ذلك، يرجعوا في هذه الأيام القليلة. إن شاء الله. وتحضروا معنا بعض الإخوان عن جمعية حي عدل، ونخليه يقدم نفسه. السلام عليكم. وعليكم السلام، كي داير الأخ بالعيد؟ كنشكرك على حسن الزيارة. يعني معك سعد رياض. يعني منخرط في جمعية حي عدل، وفي نفس الوقت يكون فويور ديال حي عدل. الحمد لله. باش نشكروا الاخ مصطفى وشنباركوا ليه هذا الانجاز هذا، وراه كيف قلت يهز لنا الدرابو ان شاء الله، والله ييسر لي والله ييسر جميع المنخرطين ان شاء الله، وكنعاودوا نهنئوك وتنشكروك على حسن الزياره الاخ بالعيد. تشكرك ومبروك لكم جميعا اللي حقق هو بحال حققتو نتوما، وداكشي اللي كاين. وتيحضر معنا حتى هو واحد البطل حتى هو عن جمعية حي عدل، واللي غادي يخلي يتكلمنا اكثر على البطل ديالنا الادريسي مصطفى. السلام عليكم، انا عضو منخرط من جمعيه حي عدل، اسم ديالي انس بن كحيل. كنشكر مصطفى على حسن الضيافه اللي استقبلنا، وكنهنئو على هاد الرتبه اللي حققها، الرتبه الاولى في جمعيه حي عدل، وكنطلبوا من الله يزيد عاوتاني يدي شي بريات ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى ذلك. ونشوفوا الاخ ديالنا، بغيناك تعطينا شي صوره على هذا البطل داخل جمعية حي عدل. على كيف تعرفوا اخ مصطفى، يعني انسان خالق سمعتيني، يعني مجتهد، راه تيتعاون يعني خدام مع حمامه كيف تنقولوا، والله يسر ليه فهمتيني. هو انسان طموح، يعني تيبغي يوصل، واخا يعني راك دابا الولاعة ولات شوية قاصحة، ولكن الحمد لله يعني بنادم تيعطي تيدير اللي في جهده، والكمال على الله. الحمد لله. الله يسر ليه، والله يسر جميع الاخوان. زائد السلالات الجيدة اللي تقدمها. هذاك الشيء ما بقيناش نهضروا عليه، ضروري هذاك الشيء. هذاك الشيء اللي كاين، مبروك عليك. ونشوفوا البطل ديالنا كيفاش كان أول مرة، كيفاش زعما استطعتي باش دير هواية الحمام الزاجري الآخر؟ الصراحة تقالي يعني الحمد لله دخلنا حمامات في المستوى، حاولنا زعما كاين يعني صبرنا اليوم العام الأول، فهمتيني يعني فهمت غادو تنخدمو فيهم، والحمد لله يعني النتيجة غادو تتبان. الحمد لله. شنو موسم درتي الحمام الآخر مصطفى؟ درتو في 2013. 2013 ظرف وجيز، ثلاث سنوات حققتي إنجازات وإنجازات كبيرة. مبروك عليكم، ومبروك للجمعية حي عدل، وتشكروا الاخوان اللي كيتواجدوا معنا في عملية الكونترول عند البطل ديالنا مصطفى الإدريسي، بطل جمعية حي عدل، وبطل أيضا عصبة مدينة الدار البيضاء في هذه المسابقة. وبالنسبة كلشي استعداد ديالك في هذه المسابقة ديال الأخ مصطفى؟ صراحة أخ بلاد يعني كان مرضي الحمام بيتيس، يعني كان جاتني أردينو، وجاتني أوليزا، جاتني فاريو. ان شاء الله اخر ما طلقوا حبيت هاد الشنيبرات، شاطوا لي الشنيبر الصغار، نحاول ان شاء الله نخليهم العام الجاي ان شاء الله. الحمام اللي عنده لاج ما عندكش ولا عندك الشنابر؟ عندي تقريبا عندي شي حمامه تقلع، يعني شي السهم اللي كبار،
متفق من الشنابر يعني. ممكنش تستمر بهم مازال في المسابقات القديمة. أقدر نستمر بهم ولكن تقول يقدر يكون شي ظروف خايبة وتقدر تضيع شي حمام ثاني يعني خدمة عامين و. من أحسن توقف على هاد المسابقات. وبالفعل المسابقات ديال هاد الموسم كارثية وكارثية جدا بسبب لم تتهطل الأمطار هاد الموسم وهادشي اللي كاين وهادشي الله يرحمنا. وكما كتشاهدوا معنا في الصورة وحنا تنا كما كتشاهدون معنا الأمطار أمطار الخير فهذا اليوم مباشرة معكم عند البطل ديالنا الإدريسي مصطفى بطل جمعية حي عديل وبطل عصبة الدار البيضاء الأخ إدريسي شي تحية تقدمها الإخوان ديالك الأصدقاء سواء في مدينة الدار البيضاء أو خارجها أو مجر. كاع المنخرطين كاع داخل المغرب والخارج نتمنى لهم التوفيق. الحمد لله كيفاش كتشوف جمعية حي عديل غاد الأمور مزيانة؟ جمعية حي عديل الحمد لله غاد الأمور مزيانة. الحمد لله من دخل علينا كونفاي وسعد يعني دخل علينا بالخير والحمد لله يعني هذا العام هذا الحمد لله يعني الجمعيه راه تحسنت بزاف. هذاك الشيء اللي كاين ونشوفوا الاخ ديالنا كيفاش كان بوند لاشي الاخ في المسابقه ديال مدينه راس ومليل. احنا الحمد لله كانت الظروف مناسبه يعني الطلقه كانت البرد يعني معاون ما كانش ظروف قاسيه والحمد لله احنا درنا المجهودات اللي علينا مشينا تما درنا داك الشيء اللي علينا وقال كمال على الله ملي طلقنا الحمام يعني المسؤوليه ديالنا سيريس حنا مهم ما نقصناش ما قصرناش من جهدنا من جهد داكشي اللي كاين يعني كلشي يعني حنا تما تنمشي راه تنتعاونوا ما بقاش هذاك التمشي اللي هو واقع شي حاجه راه تنتعاونوا بعضياتنا الحمد لله باش يعني بحال حمامي ولا بحال ديالي انا ما تنديش ديال بنادم هذاكشي اللي كاين فهمتي يعني تما تنتحمل انا مسؤوليتي وتندير اللي في جهدي والكمال على الله يعني راه كلشي تما الحمد لله حتى واحد ما تقصر من جهدي الجميع الكونفويور اللي كاينين وكمل لله كيف الحمد لله والقدر ما لقيتش الصعوبات مع المصالح لا ما كاينش التركيه والسلطات ولاو عارفين حتى هما الحمام او يسدوس تقول لي الحمام تيوقفك تقول لي الحمام تيخليك وربما وقع لي حتى محميميه وقع منهم اغلبيه ديالهم حتى هما غادي يكونوا كاين شي واحد اللي صدق حتى هو حميم ولكن دابا هما ولاو حافظين دابا رموك حتى الحمام تدوس تيوقفك كاع صافي تتمشي داكشي اللي كاين. تشكرك الاخ بطل جمعيه حي عديل. تشكر الاخ بالعيد على تكبد العناء يعني اللي تيخلي يعني ملي انا مخلي وقته ووليداته وتبارك الله وتيجي يزورنا يعني الله يرحم لك الوالدين. كنشكروك الاخ بالعيد على هذه المجهودات اللي تدير معانا ومع جميع الاخوان وشنقول الله يسخر الجميع ونتمنوا التوفيق للجميع ان شاء الله. تشكرك الاخ على هذه الكلمات اللي قلتيها في حقنا ودائما معكم بالعيد منتقي الناطق الرسمي لعصبة الدار البيضاء ومباشرة من الحي المحمدي عند أحد أبطال جمعية حي عديل وحدة تحية وتقدير لجنود الخفاء أبطال الأسبوع مرافقي الحمام ونخلو البطل ديالنا يقدم شي تحية شكر لمرافقي الحمام الأخ مصطفى الإدريسي. صراحة تنتقال يعني قلت لك يعني الحمد لله الكونفويور هذا يعني من دخل علينا دخل علينا بالربح الحمد لله يعني من دخل يعني الدراري الحمد لله ولاو شي ديك راهو مزيان في العصبة وصلنا ربعة مطار ان شاء الله جميع مرافقي الحمام بصفة عامة بصفة عامة كاع كنشكرهم على هذا المنبر هذا بزاف وكنشكرك اخ بالعيد حتى على هذه المنتجات اللي تقوم بها وسمح لنا بزاف. تشكرك الاخ وتشكر جميع الاخوان ديالنا اللي كيشاهدونا عبر الفيسبوك وعبر اليوتيوب وجميع الابطال المغاربه اللي كيتواجدوا في الوطن العربي اوروبا امريكا المملكه المغربيه خاصه وهذا كل ما يتعلق عند البطل ديالنا مصطفى الادريسي بطل جمعيه حي عديل وبطل عصبه الدار البيضاء. الى هنا نستودعكم الله وفي امان اللقاء بكم مره اخرى ومع بطل اخر ومع مسابقه اخرى في امان الله.